هذا الرقص والشعارات الجميلة في تحفة الميادين في المرموم. مع هذه التحديات انطلق الشوط الثامن قبل قليل بحفظ الله ورعايته، والشوط الثامن الخاص بالجعدان الثنائي المهجنات إلى صايل في هذا المسار. نسير ونبحر لنتابع المراكز الأولى. نتقدم مع دانات الأصالة. السليماني يقود الجعدان ويتقدمهم بعد الانطلاق. سليم بن سالم بن علي الغيلاني يقود مساري هذا الشوط ويتقدم بالمركز الأول، بينما يليه في المركز الثاني من كل صوب المنافسة والتحدي هذا ناصي مبارك بن حمد بن يوعان الشامسي يتقدم على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث الصيرمي، الصيرمي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي يتقدم مع الصيرمي اللي ياتي في هذه اللحظات في المركز الثالث. اما المركز الرابع، رابع المراكز، وبنلقى في هذه اللحظات مقرد تعود ملكية الراشد بن محمد بن خلف الظاهري على المركز الرابع. المركز الخامس، الخامس، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام يتواجد فيه ود الشبابي يتقدم في هذه اللحظات لسالم بن حمود المالكي، ياتي في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. بينما هناك ايضا تواجد مشاهدينا الاعزاء وتقدم في هذه الانطلاقات استطلاع لعلي بن ناصر بن علي النعيمي، يقدم استطلاع على مساري هذا الشوط في المركز السادس. المركز السابع، سابع المراكز، هذا هو شاهين، شاهين حمد بن علي بن مصبح بالخصم الكتبي يتقدم في المركز السابع. أما المركز الثامن وهذا المنتصر تعود ملكية العبد الله بن طالب بن شريف المري في المركز الثامن. والمركز التاسع هذا الباز أيضا عبد الله بن طالب بن شريف المري. والمركز العاشر هذا هو منحاش، منحاش لعلي بن هزيم بن محمد المسافري. هذه العشر المراكز في إذاعتنا الأولى، وندانا الأول للعشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط، وهو ثامن الأشواط في صباح هذا اليوم. الجعدان المهجنات الأصايل دعناها إلى حضراتكم العشر، لكن خلف العشر هناك ترقبوا جعدان وترقبوا تنافس وتحدي وأثارة جميلة سوف تكون ما بين الجعدان المهجنات. المهجنات في البداية لازلنا المسافة 8 كيلو مترات مسافة الكبار، وتحتاج إذا إلى تأني وأيضا مسار وهدوء في بداية الأمور لأنها مسافة طويلة. عموما على كل حال نتمنى توفيق للجميع. عودة إلى المراكز الأولى، إلى الكادر العلوي، الكادر العلوي في مسار يحمل الاثنين. تشاهدون هناك المركز الأول اللي يتقدم على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط، وهذا هو صيرمي، الصيرمي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي يتقدم، ولكن غير اللي على المركز الأول، بدل السليماني مرة ثانية، عاد عاد الغيلاني، سليم بن سالم الغيلاني يتقدم. الاثنين يتبادلون المراكز الأول في هذا المسار، يتقدمون يتنافسون بشعار الغيلاني وشعار كذلك الحبابي في هذا المسار. المركز الثالث، الثالث مغرد ياتي في المركز الثالث، مغرد راشد بن محمد بن خلف الظاهري ياتي في المركز الثالث بأداه الجميل كذلك منطلق للتنافس على الفوز والناموس. المركز الرابع هذا هو يتواجد ود الشبابي لسالم بن حمود المالكي يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك ايضا ياتي استطلاع، استطلاع لعلي بن ناصر بن علي النعيمي يقدم استطلاع، وعنده اكتشاف واستطلاع على الشوط ومساره وعلى المراكز الأولى. النعيمي كذلك بشعاره المقدم دائما في الأصايل إنجازات جميلة، وهذا منحاش وصل، وصل منحاش، وصل أبو محمد علي بن هزيم بن محمد المسافري يتقدم على المركز
السادس في هذه اللحظات. المركز السابع ماخذ جانب اليمين اللي هو ناصي مبارك بن حمد بن يعان الشامسي يتقدم في المركز السابع. المركز الثامن شوف اللي وصل في هذه اللحظات، ركن 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 وقلفان بسلطان بن حضير ملكتبي يتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار، بينما هناك تواجد على المركز الثامن وهذا الباد لعبد الله بن طالب بن شريف المري في المركز الثامن. المركز التاسع هذا وصل اسم جديد تقدم في هذه اللحظات، القفاي سعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك مبلش لسعيد بن حمد بن جار الله المري. يا سلام، هذه النتيجة. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في تحديات هذا الشوط. الجعدان، المهجنات، الأصايل، العشر المراكز دعناها للمرة الثانية، ولكن لا زالت التنافسات والتحديات مشاهدي العزاء في هذا الشوط، والأسماء اللي صارت وجالت وشعارات في النجومية الكبيرة يقود هذا الكم، يقود هذا السيل الصيرمي. ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي يتقدم بالمركز الأول ويسيطر، يمسك زمام الأمور، رأس الحربة يقود الحبابي حتى هذه اللحظات، ولكن لا زال المنافسة من السليماني سليب سالم الغيلاني كذلك متقدم بسلالة السليماني في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع على المركز الثاني. المركز الثالث هذا ود الشبابي في المركز الثالث، ود الشبابي سالم هو هنا يتقدم سالم العم بن حمود المالكي على المركز الثالث، والمركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات وصل القفاي وحمدان بن يابر يتقدم في هذه اللحظات، وشعار الشقي يتقدم في هذا الاندفاع، يتقدم في هذا الانطلاق. بدت الأمور، بدأ الموسم، بدأت الشعارات تظهر، بدأت النجومية تاتي من كل صوب في الأصايل في هذه الانطلاقات والتحديات. المركز الخامس، خامس المراكز، يتواجد في مغرد في المركز الخامس لراشد بن محمد بن خلاف الظاهري، ياتي في المركز الخامس بن شريم مع الباد عبد الله بن طالب بن شريم المري في المركز السادس. المركز السابع شوف اللي وصل، هذه من الاسماء اللي كانت خلف العشر، ما يخاف وراشد بن سعيد بن سيل بن دليوي ووصول هناك غدوم. شوف اللي وصل، الاسماء اللي وصلت من الخلف، اللي وصلت في هذا الانطلاق، شاهين لحمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي كذلك قدومه ودخوله في هذه اللحظات. الله 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 الله، تقاربت الزمور، تقاربت الجعدان الثنايا، تقاربت، وهذا دليل على التنافس على الأثارة، ولكن لا زالت المسافة. حزام القابات قادرناه واتجهنا مباشرة إلى خط النهاية، اتجهنا إلى المنصة، إلى الفوز، إلى الناموس، والجعدان متقاربة والأمور في هدوء، كل واحد يترصد، يحسب المسافة، يحسب أمتار هذه المسافة، ولا زال اللي في المركز الأول اللي صامد من البداية الصيرمي وظافر بالفوز حتى هذه اللحظات. ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي يتقدم على المركز الأول، يسير بركب المقدمة، يسير بهذا المسار من البداية يقود الشوط. اللي غير على المركز الثاني شاهين حمد بن علي بالخصم الكتبي وهالي الهيار متابعين منطلقين، بينما المركز الثالث اللي وصل، يا سلام،
مربك 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 وسالم بسعيد بن سالم الرميثي. هناك في هذه الانطلاقات في هذه التحديات مربك سالم بسعيد بن سالم بولاحد الرميثي يتقدم في هذه اللحظات، وصل في الوقت المناسب، تقدم هناك الأسماء، وصلت الشعارات، تحركت الأمور، بدأت الانطلاقات، صدرت الأوامر. رغم ذلك الصيرمي وظافر بن هادي بن مسعود الحبابي على المركز الأول على الانطلاق الأول، شاهين حمد بن علي بالخصم على المركز الثاني، وصل في هذه اللحظات العابر العابر مظفر بن محمد بن خموشة العامري راعي صوقه، وشوف اللي وصل مبلش سعيد بن حمد بن جار الله المري المري. يا سلام في هذه اللحظات في هذه اللحظات الخريت وصل وصل راعي صوقه، ولا زال اللي مسيطر الصيرمي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي بالخريت. انطلق انطلق الى الناموس، هذا مبلش سعيد بن حمد بن جار الله الخريت المري يتقدم بالمركز الاول، يروح بالناموس والسلامات. يا سلام ما شاء الله، هذا مبلش وسلالة مبلش، تهانينا سعيد بن حمد بن جار الله الخريت المري على هذا الفوز وعلى الناموس في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثاني الصيرمي لظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي، المركز الثالث لمظفر بن محمد بن خموشة العامري، والمركز الرابع رقم 7 الرابع اللي هو مناور لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي، والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. هذه النتيجة للخمس المراكز. عودي إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط وفي هذه الاندفاعات في الأمتار الأخيرة. تقدم وأتى في هذا مبلش، توقيت الزمني 12 دقيقة و46 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مبلش اللي هو سعيد بن حمد بن جار الله الخريت المري على هذا الفوز. في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المركز الثاني من قدم من البداية تنافس جميل الصيرمي، قدم توقيت زمني مقداره 12 دقيقة و47 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام الصيرمي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي، تهانينا والناموس. المركز الثالث توقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية 3 أجزاء من الثانية، مظفر بن محمد بن خموشة العامري، تهانينا لراعي صوغة على هذه المشاركة الفعالة والناموس والتحديات الجميل. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام وانطلاقاتنا تستمر.